أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، ولم يقل زائرات القبور، فهذه صيغة مبالغة، فيكون المنهي عنه الإكثار من زيارة النساء للمقابر؟ يا أخي، وردت رواية ثانية: لعن الله زائرات القبور، وهي تفسر زوارات، إن المراد منع الزيارة مطلقة، منع الزيارة مطلقة سواء تكررت أو لم تتكرر. هذه شبهة قال بها من أجاز زيارة المرأة، لكن هذا مردود بدليل الرواية الثانية: لعن الله زائرات القبور. نعم.